السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. طبعا يا شباب أنا عندي قصة بقولها لكم أوكي للتوعية. أنا قد أكلت فيها خازو أوكي لي شهر تقريبا أو شهر نص أنا ما نزل لي أفلوقات في اليوتيوب ولا حاجة. مكتئب حالتي ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أول شيء دراسة وجامعة وثاني حاجة قضايا جاءت من فوق الرأس بسبب التجمل ومساعدة الناس. بعض حين تسوي خير تجد الشر فالحمد لله على كل حال. طبعا يا شباب قبل شهر تقريبا ونص وصلت واحد ما أعرفه قال لي أكرم تكفى أبغى منك الفزعة، أنا في المكان الفلاني تقدر تأخذنا تودينا لا ترابل كم باللجوء. قلت له أبشر من الصباح من الساعة 6 صحانا من النوم. قلت له أبشر، هو أحد المتابعين اللي تابعونا أجا عبر فيزا وكان عايش في بلجيكا وكسر البصمة هناك وبعدين خلصت كسر البصمة في بلجيكا أعتقد وجاء على هولندا. أنا مش عارف إنه على بلجيكا إنه عنده فيزا أو ما عنده فيزا. المهم قال لي تفزع بس وصلنا لمكان اللجوء، ما أعرف لا لغة ولا إنجليزي ولا هولندي، ما عندي إلا العربي، مش قادر أسوي حاجة. تكفى يا أكرم ساعدنا. قلت له أبشر ورحت له بسيارتي وأخذته وصلت لترابل. أول ما وصلنا ترابل رحنا السوبر ماركت، قلت له تعال بناخذ لنا فطور بنفطر وبعد بوصلك وبروح. ورحنا للسوبر ماركت إلا شوية والبوليس أجا يلف علينا. لف علينا البوليس وانا في السوبر ماركت، اجيت لعنده قال لي اكرم البوليس اجى لف وراح. احنا قاعدين ناكل برضو سوى لفه ثانيه، قاعدين ناكل مش مشكله. قلت له ما فيش اي حاجه. المهم شويه اكلنا الحمد لله مسكنا انفسنا ووصلت لترابل للمقر اللجوء. وقفت عند البوابه، اول ما وقفت عند البوابه يا شباب وقفت حوالي 10 ثواني 15 ثانيه، قلت له احنا نروح الباركيرينج يعني موقف السيارات. رحت وقفت السوبر السياره في المواقف الا البوليس اللي ورانا. اجى اثباتكم، اعطيت اثباتي، انا مضيع المحفظه حقي وكل حاجه، ضيعت المحفظه من الرخصه من كل حاجه، ولكن سبحان الله الله لطف فيني. اعطيته الجواز، كان عندي الجواز الهولندي، اعطيته الاستماره تبع السياره. شغلته في الكلام ما قال ليش اعطيني الرخصه. فأعطيته وشاف كل حاجة وأخذ إثبات صديقي هذا اللي يعني اللي وصلته الولد. فشاف قال له أنت مقيم غير قانوني في البلد، تعال يا أكرم كم هذا من فين جايبه؟ وين عايش؟ وليش جايبه؟ وكيف مين قال لك تجيبه؟ يعني دخلونا في سين وجيم أقسم بالله ما طلعت منها. أديكم إياها من فوق، تعال كم أخذت منه فلوس؟ وش تشتغل؟ كم راتبك في الشهر؟ وحجزونا في السيارة وفتشونا وأخذوا قلت لهم أنا شخص في السوشيال ميديا وشغلي في السوشيال ميديا وأترزق الله هذا تطبيق التيك توك عندي مليون ومية شخص يتابعنا، هذا سنابي نص مليون، هذا الانستغرام تبعي، هذا اليوتيوب تبعي. أخذ كل شيء، صورنا، صور السيارة، صور حساباتي، صور كل حاجة. قال لي خلاص. قلت له أنا ما أقدر أجي. قال لي تعال طلع معنا. قلت له كيف اجي معكم؟ انا ما اقدر، انا ابني في المدرسه، ابني عايش معاي، ما اقدر احطه هنا لحاله، مين بيقعد مع ابني لحاله؟ لانه انا منفصل مع على امه والولد يعيش عندي، وانا هذه اخر سنه عندي اختبارات، يعني بعد بكره عندي اختبار. انت لما تاخذنا قال هذه فيها في القانون ثلاثة شهور سجن في القانون، فيها محكمه وفيها مخالفه حوالي ممكن توصل لك ل 50 ل 60 الف دولار يورو عشان هذا الموضوع، لأنه أنت توصل شخص غير قانوني وهذا بالنسبة لهم التجارة في البشر. فقالوا خلي إحنا نسوي عليك بحث. سووا عليه بحث، بعد أسبوعين من الحادثة اتصل علي مركز الشرطة، اتصلوا علي قلت تعال وكلك محامي. وكلت محامي، رفعوا القضية للمحكمة، والحين عندي بشهر 9 محكمة بسبب هذا الموضوع. فهذا اللي أبغى أوصل لكم إياه، الرسالة إنه إذا تحب تساعد شخص ساعده من بعيد فقط، لا توصله بيدك ولا برجلك. كلمونا هم قالوا لي إذا تبغى توصل أي شخص ودوا له قسم الشرطة، وري قسم الشرطة فين، أنت ما أنتش مخول في الناس، أنت مش مخول في الناس. في قسم الشرطة قاعدوا يحققوا معي لمدة ساعة ونص بسبب هذا الموضوع، وأنا شخص جايبه مجرد خدمة إنسانية. هذا اللي صارت لي، ممكن تكون بالصدفة، يمكن انتم في ناس كثير وصلت ناس ممكن ما صادفوا تفتيش او البوليس، فانا صادفت هذا الموضوع. والله العظيم ما اتكلم الا هذه القصه، ما فيها لا حبك ولا فيها مجرد كلام ولا حاجه، هذا اللي صار لي يا شباب. فاسال من الله سبحانه وتعالى ان يسهل امري. والله العظيم شهر نص وانا اقسم بالله العظيم
إنه تعبان، مريض، ستريس، قلق بشكل مو طبيعي بسبب هذا الموضوع، وكنت ما أبغى أتكلم فيه. ولكن اليوم لما مسكوني في قسم الشرطة، اليوم رحت على قسم الشرطة طبعا بسبب سويت حادث سيارة في قبل شهر ونص تقريبا، بعد قبل الحادثة هذه اللي صارت، سويت حادث وكان صاحب البسكليت غلطان وصار اللي صار، ورحت لقسم الشرطة عشان لأنهم ما جاءوا للحادث وسووا تخطيط للحادث، وطلع صاحب البسكليت هو الغلطان وأنا ولي الحق. فلما جبت للتأمين، التأمين قال تنطبق عليك المادة 185 من القانون، إنه البسكليت له الأفضلية حتى لو صدمك. شفتوا كيف هذا القانون حق البلد؟ فهذا اللي وصلتكم إياه المعلومة يا شباب، وصلتكم هذا الموضوع. إذا عندك أي شخص تبغى توصله، وصله لقسم الشرطة، قل له هذا قسم الشرطة، روح لأن المكان الفلاني، اعطوه خريطة خله يروح عليها، ما توصل الشيء من نفسك. فهذه القصة صارت لي حقيقي 100%. فوالله العظيم إن أنا أحب أساعد الجميع، وإنه أتمنى الخير للجميع، ولكن هذا الشيء صار لي. والحين أنا أقول لكم بتضحكوا، الحين بيقول الناس تعلق انت هبل توصل الناس، انت مجنون، ليش تسوي كذا؟ من باب الخير، نحن جينا البلاد هذه ما نعرف احد، وصلونا نفس الطريقه. انا مش عارف القانون انه هذا ممنوع، انا افتكر انه خدمه عادي وصلت فيها انسان. فلكن الحمد لله على كل حال، اللي صار صار، وانا وعدتكم زبده الموضوع. فتحياتي لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه والتعليقات كذا ايجابيه، الله يرضى عليكم، ونبغى نوصل 100,000. وانتظروا الجاي في فلوقات جديدة حلوة جدا، فلوق التخرج، أخذت المركز الأول على مستوى هولندا في مجال الفاشن ديزاينر اند ستايلينج، وعندي براند خاص فيني أكيو قريبا إن شاء الله، وراح تلاقوا أشياء حلوة. فتحياتي لكم، في أمان الله.